وجود البني آدم بالطبيعة يساعد على تحسين النفسية. هلأ مشروع فورست فورس بدأت الفكرة تقريباً بنهاية 2018، بلشت مع الجمعية الملكية بحماية الطبيعة بتطوير نشاطات المغامرة بمحمية غابات دبين. الزوار نعرفهم أكثر على الغابة، وبنفس الوقت نعرف الزوار على مفهوم السياحة البيئية. نخلي الزوار تشارك معنا بنشاطات هدفها الحفاظ على البيئة، واحدة منها اللي هي تنظيف الغابة. طبعا هو نشاط تطوعي، واللي بيحب يشارك معنا فيه